بسم الله الرحمن الرحيم. نستضيف في هذا اللقاء موقع ريحانة برايس الأستاذ الدكتور بسلام حرمة، نائب برلماني ورئيس لجنة الرقابة في البرلمان الموريتاني ورئيس حزب الصواب. أهلا وسهلا بك في المملكة المغربية وفي موقع ريحانة. شكرا جزيلا أستاذ عبد النبيل، أنا فخور بهذا اللقاء وهي فرصة ثمينة أن نلتقي بزميل فرصة ثمينة أن نلتقي بزميل والصديق عبد النبي في هذا اللقاء. أرجو أن يساهم في إثارة ما يمكن إثارته من قضايا وهموم وآفاق ساحتنا المغاربية وساحتنا العربية بشكل عام. نبدأ من الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي شاركتم فيها مؤخرا بمرشح عن حزبكم حزب الصواب الموريتاني، وبطبيعة الحال تبعناها نحن هنا في المغرب ولاحظنا الجماهير التي كانت تساندكم في الحملة. أولا، كيف تقيمون الانتخابات الرئاسية الموريتانية بشكل عام والديمقراطية الموريتانية الفتية بشكل خاص؟ جيد، شكرا. طبعا هذه الانتخابات نحن دعمنا بها مرشح مستقل برام الدا عبيد، هو فعلا نائب عن اللائحة الوطنية لحزب الصواب، لكنه ترشح بصفته مستقل، وهذه صفة تستوجبها غالبا ترشحات لمنصب الرئاسة في بلادنا. طبعا هذه الانتخابات كانت انتخابات محطة بارزة في تطوير التجربة الديمقراطية، لأنها جاءت في ظرف يفرض دستوريا أن يقع تناوب على السلطة، لأن مأمورية الرئيس الماضية الثانية انتهت، لم يعد له الحق في أن يترشح. هذا تطور إيجابي في صالح التجربة السياسية الموريتانية، رغم تحفظات أغلب المشهد السياسي ونحن منه على الظروف العامة التي دارت فيها هذه النتائج. عموما نتائجها كانت إيجابية من جهتين، من جهة أنها كرست مبدأ التناوب السلمي على السلطة، مبدأ الثاني أنها الآن نأمل، وهناك كثير من الإشارات الإيجابية من طرف النظام القائم الذي أصبح نظام بحكم الأمر الواقع، من أهمه الانفتاح على المعارضة، الانفتاح على كل أطراف الساحة السياسية، تدشين عهد جديد يجد فيه كل الموريتانيون أنفسهم بتنظيماتهم السياسية بآرائهم بمشاربهم. لا شك أن هذه المراحل ما زالت في خطواتها الأولى، لا شك أننا أمام بعض من التحفظات، لكن الغالب العام أن هذه التجربة حققت تقدما جيدا، نأمل أن يكلل بخطوات لاحقة، ولن يكون ذلك إلا لصالح الديمقراطية في المنطقة ودعما لتكريس مسار تعددي في منطقة في فضائنا المغاربي الذي يحن ويتحفز الآن لهذا المسار، ومستعد لدفع كلفته كما تشاهدون في تونس، كما تشاهدون في الجزائر، كما شاهدتم سابقا في المغرب. طبعا لا يخفى أن هناك بلدا مغاربيا آخر له محنة تمنعه من المشاركة في هذا المسار، نأمل أن يتجاوز عثرته الآن ويدخل في هذه التجربة قريبا، وهو أشقاؤنا الليبيون. برأيكم كيف تقيمون العلاقة المغربية الموريتانية التي تعرف من حين لآخر بعض الهزات؟ وأيضا نود رأيكم كرئيس حزب سياسي له مكان في المشهد السياسي الموريتاني، إرى بين البلدين، علما أن البلدين ينتميان معا لاتحاد المغرب العربي، وما زالت موريتانيا هي الدولة الوحيدة باستثناء ليبيا في وضعها الحالي، لأنه من قبل لم تكن تأشيرة بين المغرب وليبيا، بيننا وبين الجزائر رغم الحدود مغلقة لا وجود للتأشيرة بين البلدين. برأيكم كيف تقيمون العلاقة المغربية الموريتانية بشكل خاص وموضوع التأشيرة بشكل عام؟ قضية محسومة من الناحية الوجودية، من الناحية المنطقية، من الناحية التاريخية، من الناحية من ناحية كل الحتميات المرتبطة بالإنسان والمجتمع والدولة، تفرض أن تظل هذه العلاقة تنمو وفق حاجة البلدين إلى الاندماج وإلى التكامل، وهي حاجة تؤكدها عواصر التاريخ، عواصر القربة، عواصر الجغرافيا.
مثل غيرها من العلاقات ما بين داخل الفضاء المغاربي. لكن العلاقات الموريتانية المغربية علاقة متميزة، ميزة الجغرافيا، ميزتها قرون من 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 من, من التبادل الاجتماعي والتشكلات الذهنية. في الحقيقة رغم كل هذا لم تشهد هذه العلاقات ما كان الشعبان يطمحان إليه إلا في السنوات الأخيرة بعد فتح الحدود ما بين البلدين. ظلت الحدود بعيدة ومغلقة لبعد العام الجغرافي. أيضا حجم التبادل ليس بالمستوى المطلوب، رغم أن هناك تحسن في السنوات الماضية. كل هذا ينغصه بشكل قوي وجود تأشيرة أنا شخصيا أسميها وهي ولا أعتبرها كلمة جارحة، وإنما هي كلمة التي تستحقها هي الفضيحة، أن يكون هناك تكون هناك تأشيرة ما بين موريتانيا والمغرب. شقة شعب واحد يعيش في دولتين، لا 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 يوجد أي مبرر مهما كان لوجود هذه التأشيرة، مثل ما لا يوجد أي مبرر لغلاق الحدود الجزائرية المغربية، خصوصا أنني أنا جئت هنا إلى المغرب وكنت أتبعه وأنا عضو في اتحاد الأحزاب المغاربية وهو تنظيم سياسي تشكل السنة الماضية، ومن أهدافه الأساسية هي إزالة الحدود وإزالة التأشيرات والدعم التعاون والاندماج وتشبيك العلاقات ما بين دول الاتحاد المغاربي. إذن هذه التأشيرة مرفوضة شعبيا في موريتانيا ومرفوضة شعبيا في المغرب. لا أعرف لماذا الحفاظ المحافظة عليها وأن نصر على بقائها. وبالتالي إذا كان هناك من طلب فهو إزالة هذه التأشيرة على الفور الآن، وإزالة الحدود القائمة، سد الحدود القائمة ما بين المغرب والجزائر. فهذا هو الحد الأدنى، لأننا نطمح إلى اندماج، نطمح إلى تكامل، نطمح إلى وحدة. فكيف أن يكون هذا الطموح وهذا هو الأمل ونحن في هذه المرحلة التي لا تليق بنا كإخوة ولا كأشقاء ولا كحاجة لضرورات بقائنا وتنميتنا وتحقيق الرفاه لمجتمعنا، لأنها مطلب اقتصادي، مطلب تنموي، قبل أن يكون مطلب تاريخي ومطلب وجداني ومطلب روحي. هي الاندماج والتوحد الاتحاد المغاربي. كيف تقيم هذا الاتحاد، اتحاد الأحزاب المغاربية في ظرف سنة من تأسيسه؟ ما دمتم تحدثتم عن الحدود المغربية الجزائرية، كيف تنظرون إلى هذا الوضع المقلق والحرج، حتى لا أقول حتى لا أصف مثل ما وصفت بالتأشيرة الموريتانية المغربية، إنه وضع مقلق وحرج، وأن تظل الحدود المغربية الجزائرية مغلقة هذه سنوات عديدة، بالإضافة لاتحاد الأحزاب المغاربية، وهل قطعتم أشواط في هذا الاتحاد؟ في الحقيقة هذا الاتحاد جاء بدعوة من حزب المجتمع الديمقراطي، دعوة شجاعة ونبيلة، وتم تأسيسه العام الماضي ما بين حزبنا وحزب الأمل في موريتانيا وحركة البعث في تونس والمجتمع الديمقراطي في المغرب. وكان هناك أمل بأن تنضم إلينا مجموعة من الأحزاب في ليبيا وفي الجزائر، وما زال هذا الأمل قائما إلى حد الآن. في الحقيقة عوائق قيام تشكيل حزب سياسي مغاربي كثيرة، لكن محفزاته أكثر. كنا في السنة الماضية نود أن نقوم بمجموعة من الخطوات في سبيل تعزيز وتكريس وإنشاء الهيئات وهياكل هذا الاتحاد، لكن عاقتنا ظروف موضوعية من الانتخابات، الظرف السياسي الذي كان يجري في موريتانيا، انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، نفس الظرف انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بعد وفاة المغفور له قائد السبسي، والانتخابات النيابية في تونس، والأحداث نفس الشيء الأحداث التي كانت في الجزائر وتكللت في الانتخابات الماضية. كل هذا بالحقيقة عاق من مساره، نأمل أن نعوض عن هذا قريبا في سنة 2020. ونحن الآن عاكفون على وضع برنامج عمل لهذا الاتحاد لسنة 2020، نأمل أن نبدأه في ذكرى انطلاق قيام هذا الاتحاد في مراكش 1989 16-17 فبراير المقبل. فيما يتعلق بالحدود الجزائرية المغربية، هذه كارثة
مطروحة وينبغي أن لا تترك لنظام ولا تترك لجهة. نحن كجهة مؤمنة تماما بضرورة قيام اتحاد مغاربي واندماج مغاربي ووحدة مغاربية ووحدة عربية وتعاون إفريقي عربي مغاربي قوي وفعال، وبالحقيقة لا نفهم ولا نقبل أن تكون هناك حدود بين القطبين الكبيرين في هذا الاتحاد وهي المملكة المغربية والجزائر. صحيح أن كل أقطار مهمة وكل أقطار أساسية، لكن طبيعة الجغرافيا وطبيعة العامل الديموغرافي والعامل التنموي والعامل السياسي والبشري يضع ثقل الاتحاد المغاربي بين هاتين الدولتين. بالتالي ما دام هذا الجانب مشلول لا شك أن هذا سيمنع الحد الأدنى من مطالب قيام اتحاد مغاربي. بالتالي لا أعرف ولا أفهم لماذا بقي هذا الاتحاد. ونحن ثمنا في المرة الماضية ثمنا دعوة صاحب الجلالة محمد السادس لفتح هذه الحدود واستعداد المغرب حكومة ملكا وحكومة لتقديم ما يطلب منها في هذا الأمر، وما زلنا نأمل ونظن نحسن الظن تماما بشقائنا الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري وقواه الحية أن يكون فتح الحدود ما بين المغرب والجزائر مطلب شعبي ومطلب سياسي ومطلب حكومي. وبالتالي نحن كقوة شعبية ليس لنا إلا أن نطالب بهذا ونرفض إغلاق هذه الحدود. لا يوجد أي مبرر إطلاقا لإغلاق هذه الحدود، لأنه لا مبرر إطلاقا أن تغلق الحدود بين الأشقاء حتى في ظروف حرب في ظروف السلاح، ما بالك لا توجد تأشيرة، ظروف العمل كلها متاحة. بالتالي استغلوا هذه الفرصة واستغلوا من بركم ليؤكد من جديد هذا المطلب الشعبي والسياسي المغاربي، وهو إزالة الحدود نهائيا ما بين المغرب والجزائر وإزالة التأشيرة وتشبيك العلاقات وتهيئة العلاقات لتكامل اقتصادي حقيقي على الأرض ليس كلاما على الأرض، وأن لا يعيقنا الإحباط ولا اليأس ولا التئيس الذي نعيشه الآن أنه مرت ثلاث عقود من قيام اتحاد المغارب العربي ولم يجد له على أرض الواقع. هذا صحيح، لكن ثلاث عقود ليست شيئا كبيرا بأعمار الدول وأعمار الأمم، وليست شيئا يذكر بحجم مطالب الشعب والشعوب المغاربية في قيام هذه الكتلة التي تشكل حلما ومطلبا كما قلت. بدت بطريقة أخرى وبأسلوب آخر، نحن دائما نلقي بهمومنا على الحكومات والأحزاب والسياسيين إلى آخره، لكن في ظل ما نعيشه من توترات و اهتزازات في منطقة المغرب العربي والمنطقة المغاربية كما يسميها البعض، نتساءل أين دور النخب، يعني أقصد المثقفين والمفكرين والمجتمع المدني بشكل خاص في جميع شعوب المغرب العربي، يعني سواء في المغرب ولا موريتانيا ولا الجزائر ولا ليبيا ولا الجزائر، يعني كافة دول المغرب العربي الخمس. برأيكم ألا ترون أن النخب الثقافية ضمن الكتاب والمثقفين والمفكرين هذه النخبة تقاعست كثيرا عن دورها ولم يعد لها أي وهج منذ سبعينيات القرن الماضي ولا حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مثل اتحادات الكتاب، اتحاد كتاب المغرب، اتحاد كتاب يعني اتحادات الكتاب والمثقفين بشكل عام. للاسف الشديد ليس امام المرء الى ان يعترف بهذا الاحساس الممض وهذه الحقيقه المؤلمه، وهي ان النخب العربيه والمغاربيه شهدت تقهقر كبير وفرار جماعي وتخلي عن القيام بادوارها التي كانت تقوم بها وهي الادوار المطلوبه من النخب في العالم، وهي تحديد مطالب شعبها والتركيز على هذه المطالب والمساهمة في شحذ همم الناس والرأي العام للمطالبة بها والدفاع عنها وتشكيل قوة وضغط شعبي ومعنوي وإعلامي ومعرفي حتى معرفي وأكاديمي للدفع في هذا الاتجاه. هذا صحيح، القوة السياسية الآن غارقة في خرائطها، خرائط تجزئة، خرائط تسبيكو، غارقة في همومها، وحسب اعتقادي أنه لو أدركت هذه النخب وهذه الدول أن خلاصها الحقيقي من مشاكله القطرية، مشاكل سايس بيكو التي وقعت فيها منذ قيام هذه الخرائط المصطنعة، أن أهم ما ينجيها منها هو الدعوة إلى التكامل وإلى الوحدة وإلى الاندماج. وما المانع أن
نجعل هذا الخيار هو خيارنا الآن الموازي للخيار الديمقراطي. لا يوجد من وجهة نظري مطلب أكثر إلحاحا في كافة أقطار المغرب العربي من الاندماج والتكامل، لأن المواطن المغاربي يدرك حقيقة أن رفاهيته تنميته المطالب الملحة اليوم له سيساعد عليها إن لم يحققها وجوده داخل الفضاء بحجم المغرب العربي، سوق بشري كبير، تكامل اقتصادي. لا 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 لن أعدد محاسن ومآثر الاتحاد المغربي لأنها معروفة. بدل من أن يتعامل كل قطر مع الكتل الاقتصادية الكبرى، مع الهند، مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، حتى مع الاتحاد الأفريقي، جنوب موريتانيا فيه هناك كتلة اقتصادية وبشرية هامة من أكثر الكتل نجاحا، وهي منطقة غرب أفريقيا، وهي كتلة مهمة وساعدت هذه المنطقة مساعدات كبيرة وتجنيد ثمارها الآن. إذن في الحقيقة الدعوة الآن، أنا أوجه الدعوة إلى النخب وإلى الأحزاب وإلى أصحاب الرأي وأصحاب الشأن العام أن يجعلوا من مطلب المغرب العربي هذه القناعة الموجودة لديهم، أن يبسطوا هذا الرأي العام حتى يكون هذا الرأي العام جزء من الماكينة التي تدفع في هذا الاتجاه، وأن لا نعول كثيرا في قضايا كبيرة على الحكومات. الحكومات تأتي وتذهب وغالبا تنشغل بالهم اليومي وتسيير المرحلي والمؤقت، وإذا بقينا في تسيير المرحلة والمؤقت فمعنى ذلك أننا سنكون عايزين عن وضع الاستراتيجيات الكبيرة التي تليق بنا كأمة، ومن حقنا أن نعيشها وأن نتداول قيمها طبيعية. المشروع لدينا أمة تمتلك كثير من المؤهلات، هذه المؤهلات ضائعة لا تجني ثمارها من نتيجة التجزئة وسوء التسيير وسوء الحكامة. أظن أن سوء التسيير وسوء الحكامة وغياب الديمقراطية سيتقلص كل مساوئهما وملامحهما إذا كنا في مسبح كبير بحجم اتحاد المغرب العربي وأصبحنا أمام رأي عام ضاغط يشكل ضغطا على هذه الحكومات. وبالتالي فعلا اللوم والنقد موجه إلى الأحزاب ونحن جزء منها، وإلى المثقفين والكتاب وأصحاب الرأي وكل من له قدرة على صناعة الرأي العام وتوجيه الرأي العام. كيف تنظرون إلى هذا الوضع المقلق الذي يتعلق بالثروة الإفريقية التي لا تستغلها إفريقيا؟ في الحقيقة إذا عجزت أن تحمي نفسك وأن تدافع عن مصالحك في النهاية ستكون عرضة لمطامع الآخرين، أطماع الآخرين، أطماع الآخرين لا حد لها. الآخرون يبحثون عن ما يقوون به أنفسهم واقتصادياتهم ورفاهيات مجتمعهم، وأساس هذا هو الموارد والمواد الأولية. منطقتنا هي الخزان الأساسي الآن الثروة البشرية في إفريقيا، ونحن جزء من إفريقيا. طبعا لم نحمي هذا، لم نوفر له، نضعه في الشروط الطبيعية، تالي جاء الآخرون. لا تنسى الآن أن الآن في الوقت الذي أتكلم إليك فيه بوادر تدخل تركي في ليبيا، قوات تركية ستذهب إلى ليبيا. لو كان هناك نظام مغاربي ونظام عربي ونظام إقليمي من شأنه أن يساعد الليبيين على الخروج من هذا المأزق وأن يمنع تدخل الأجنبية، لما انفتحت شهية الآخرين للمجيء إلى ليبيا. ماذا يريدون في ليبيا؟ بالتأكيد أنهم لا يريدون، ليس من قبيل الرأفة الإنسانية، وإن كنت لا أزاو عنهم هذا الجانب، لكن الدافع الأساسي هو دافع مصالح. هناك كم هائل من الطاقة والمحروقات يريدون وضع اليد عليه. لا، نفس الشيء ينطبق علينا نحن في موريتانيا. إذا عجزنا أن نحمي ثرواتنا المنهوبة الآن من طرف شرائك التي وقعت معنا اتفاقيات مشحفة، الصينية والتركية والأوروبية في مرحلة معينة والكورية واليابانية لنهب ثروتنا السمكية وربما ثروة الغاز، لأن الحكامة عندنا متروكة لأشخاص قلائل. نفس الشيء ينطبق على الجزائر والمغرب. بالتالي هذه الثروة السبيل إلى ترشيدها وجعلها في خدمة المواطن المغاربي هي حكامة صحيحة، والحكامة الصحيحة مرتبطة بخيارات الشعب، وخيارات الشعب المغاربي الآن هي في الاندماج والتكامل. ما ينقص موريتانيا يتجده في المغرب، وما ينقص المغرب ستجده في موريتانيا أو في تونس أو في ليبيا أو في الجزائر. بالتالي هذه سوق كبيرة وكتلة اقتصادية وبشرية هائلة بإمكانها أن تكون ندا وشريكا ومحاورا
جيراننا على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وشريكا لإفريقيا، وشريكا مع الهند ومع هذه التكتلات الكبرى التي تكتسح منطقتنا. بالتالي ثروتنا من هبة، وتكلم هنا عن الثروة الموريتانية. أعرف جيدا من موقع المسؤولية أن العشرية الماضية في موريتانيا أن ما وقع من اتفاقيات في الصيد أحسب على أحسن التقدير وقع في الظلام وفي صفقات مشبوهة، ولا يمكن إذا ما تمت مراجعتها إلا أن تظهر أن 90% من ريعها ذهب إلى جيوب الخاصة أو إلى الأطماع الخارجية، وبقي الشعب الموريتاني بدون حصول على حقه في هذه الثروة. هذا على الثروة البحرية، ما بالك بالكميات الهائلة من الغاز التي تم اكتشافها الآن، ولا نعرف كيف هل ستتبع طريق السمك، الثروة السمكية، الثروة المعدنية. وحينما أقدم مثالا ببلدي فمعنى ذلك أن الأمر ينطبق على كل البلدان، لكن تكلمت عن بلدي لأني متابع لهذا الشأن وأدركه عن قرب. لو تمت ترشيد هذه الموارد وتسييرها على النحو المطلوب لكفتنا نحن، وأولى الناس بأن يستفيد منها ونستفيد منهم هم الأشقاء والجيران ومن لنا بهم روابط يومية، وهذا لا يمنع إطلاق وضمان المصالح المشروعة للقوة العالمية إذا كانت ستأتي وتقوم باستثمارها وبنشاطها التجاري وفق السياق المعروفة والشفافة والتي تخدم الأطراف ولا تخدم طرفا واحدا. بالتالي الثروة الإفريقية الآن يعرض للنهب، الساحل الإفريقي الآن مستباح من طرف الجماعات الإرهابية، وهو منطقة نفوذ لفرنسا، هو أجنبية. الساحل الإفريقي يعني نعم، الساحل الإفريقي هو نحن، هو حزامنا، هو نحن. بالتالي كان علينا أن نكون جزءا من الحلول المقدمة فيه، بما يعنيه من ثروات، بما يعنيه موقع استراتيجي، الشمال المالي، النيجر بوركينا فاسو، كل هذه المنطقة التي تشكل في الحقيقة غطاء لنا وحماية لنا، لم نتدخل فيها وضيعناها ونضيع ليبيا، لا قدر الله قد نضيع بلدا آخر إذا استمرنا في سياسة التضييع ولا مبالاة والسياسة النعامة. مثلا إقليم أزواد بسكانه الذين يشكلون امتدادا ذهنيا وثقافيا وبشريا وتاريخيا للفضاء المغاربي، هؤلاء الآن يعانون مشكلة، لا هم وجدوا التنمية، لا هم وجدوا الأمن، لا هم وجدوا الاستقرار. يتكفل الآن بالتعامل معهم الحكومات الفرنسية، ماكرون ومن سيأتي بعده. إذن هم ارتأوا فعلا في ظل عجز وغياب قوة إقليمية قوية فاعلة من إخوانهم وجيرانهم، ليس أمامهم إلا أن يسيروا وفق رؤيتهم، وهذه الرؤية لا تؤدي إلى شيء. لم يجدوا حقوقهم التاريخية مرتبطة بهويتهم الثقافية وشخصيتهم التاريخية، لم يجدوا حقوقهم السياسية والديمقراطية للمشاركة في الحكم في مالي، لم يجدوا هذه التنمية. بالتالي وعاملوا معهم بالحديد والنار بالسلاح. بالتالي بالحقيقة هذا جزء، هذه المنطقة الرخوة من أمننا تخلينا عنها، وبالتالي تخلينا عن الصحراء. الصحراء مهم، دورها معروف، دورها الاستراتيجي، دورها التنموي، دورها في الحماية. بالتالي هذه الأسئلة الكبرى والتحديات الاستراتيجية الكبرى التي تواجهنا لا يمكن الرد عليها إلا من خلال اندماج وكتلة مغاربية قوية لها القدرة على مواجهتها. لا أظن أن بلدا الآن من بلدان المغرب العربي باستطاعته أن يواجهها مفردا. بالتالي هي لابد أن نواجهها لأنها تؤثر علينا، على أمننا، على تنميتنا، على استمرارنا. بالتالي بدل أن نواجهها من خلال تعاون إقليمي أو دولي قادم من أمريكا أو من أوروبا أو حتى من البلقان أو من تركيا الأناضول، ينبغي أن نبحث لها عن وسيلة، ولا توجد هذه الوسيلة خارج كتلة مغاربية أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية تتعامل مع هذه الأزمات. إذا استمعت اليوم إلى التصريحات أو أمس الصادرة من الجزائر اكتفت بحراسة حدودها. تونس جاءها أردوغان وما دار هناك لم نحصل إلى حقيقته. إذن في أحسن الأحوال لا يعنينا الهم، في أحسن الأحوال لا يعنينا الهم الليبي، وفي حال أخرى ربما نساعد من يريد أن يتدخل في ليبيا. بالتالي الوضع الليبي طبعا وضع مقلق، وعلى الليبيين أن يفهموا أن يأخذوا الدرس من العراق، درس من سوريا. لن يأتي تدخل أجنبي لصالح طرف من الأطراف، تدخل أجنبي يأتي لصالح نفسه. تالي هذا من السؤال الماضي.
إذا لم تكن هناك كتلة مغاربية قادرة على الرد على هذا، سيبقى كل منا فريسة ليطمع الآخرين. ألا تفكرون بالإضافة إلى اتحاد الأحزاب المغاربية، ألا تفكرون في تأسيس كتلة برلمانية تجمع بين برلمانات المغرب العربي، وعلى الأقل بين إنشاء كتلة برلمانية بين المغرب وموريتانيا، حيث نجد العديد من الكتل من اتفاق بين المغرب وعدد من البرلمانات سواء العربية ولا غيرها، ولكن لا توجد كتلة برلمانية بين المغرب وموريتانيا، كيف تفسرون ذلك؟ حقيقة لا علم لي بوجود كتلة برلمانية مغاربية، ولا علم لي أيضا بكتلة برلمانية مغربية موريتانية. إن كانت موجودة فهي غير فاعلة ولا تمتلك تأثير على الواقع، وهي مناسبة للدعوة إليها والمطالبة بها، لأن في الحقيقة عمل البرلمان الآن هو واجهة للعمل السياسي حقيقية وذات مصداقية وذات تأثير قوي. إن أمكن في الحقيقة المطلوب هو قيام كتلة برلمانية مغاربية تهتم بالشأن المغاربي بشكل عام، وتطرح قضايا والتحديات التي تواجه المغاربيين، وهي كثيرة. وفي مرحلة أولى يمكن أن نطالب بها كتلة مغربية برلمانية مغربية موريتانية لتفعيل دور هذين البلدين في ما يخدم مصالحهما وما يخدم مصلحة كل اتحاد هو الاتحاد المغربي، طرحها في إطار برلمان، في إطار المؤسسة التشريعية والمؤسسة التشريعية لكل من البلدين. بالتالي أنا أدعو إلى هذا قيام هذه الكتلة وتفعيلها، وأن تلعب دورا مضاعفا لأن لسد الفراغ الكبير الذي خلفه غياب النخبة وخلفه غياب الجهات الرسمية وخلفه إحباط 30 سنة من انتظارات المغاربيين لقيام اتحاد مغربي لم يرى النور إلى حد الآن. حسب علمي أنكم شاركتم مؤخرا في دولة الكويت في مؤتمر خاص عن الأحواز العربية التي تحتلها إيران. أحكي لنا عن المؤتمر والتوصيات التي خرجت بشأن إخواننا في الأحواز العربية، وأيضا هل فكرتم يعني كحزب سياسي مغاربي أن يكون هناك في المغرب العربي سواء في المغرب أو في موريتانيا أو أي دولة مغربية أخرى مؤتمر خاص بالأحواز، لأن قضية الأحواز غير معروفة تقريبا في منطقتنا المغاربية. شكرا. صحيح، أنا ساهمت حضرت الأسبوع الماضي إلى الكويت بدعوة كريمة من النائب البرلماني فهد عبد الله العنيزي، الذي دعا إلى تشكيل كتلة برلمانية تحت عنوان برلمانيون لأجل الأحواز. وفي الحقيقة سرني كثيرا أن اليوم قرأت أن رئيس البرلمان الكويتي بعد هذا اللقاء استدعى حركة الأحواز الجبهة العربية لتحرير الأحواز وسلمها درع البرلمان الكويتي تشجيعا لها، وهذا ما يؤكد أن دعوة هذه الدعوة البرلمانية الكريمة من هذا النائب الشجاع أنها لاقت صدى على مستوى دولة وحكومة الكويت، وهذه قضية مهمة. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في السابق، وهي أن قضايانا الأساسية تركناها لغيرنا. هذا إقليم، دولة تسمى دولة الأحواز، دولة الإمارة الكعبية، احتلتها إيران 1925 وسلمت بريطانيا أميرها خزاع الكعبي لإيران، عدمته 1930. هذا إقليم سكانه يزيدون على 15 مليون ذابوا تماما في إيران، حرموا من حقوقهم الثقافية، حقوقهم اللغوية، هويتهم، وتم احتلالهم تماما. العرب نسوا هذه القضية، تركوها وتركوا إيران تعيث فسادا في خرائطهم في العراق، في الشام، في اليمن، في حين أنهم أصحاب قضية عادلة وأن لهم إخوة وأشقاء يسامون الخسف والإهانة وتحت الاحتلال، لم يقدموا لهم الدعم. أظن أن قضية الأحواز ودعم النضال الأحوازي فيه نضال ودفاع عن أمن القومي قبل أن يكون قضية عادلة
وقضية شرعية تدافع فيها عن أخيك وتدافع عن صاحب حق مغتصب، وبالتالي هذه مناسبة للدعوة إلى الإخوة في كل الهيئات المجتمع المدني، سواء كانوا برلمانيين، كتاب، مثقفين، إعلاميين، لفهم هذه القضية والتقرب منها، وادعوا أيضا إلى أن يكون المحطة القادمة لدعم الشعب الأحوازي في إطار الاتحاد المغاربي، في إحدى دول الاتحاد المغاربي، ولا مانع لدي أن تكون المغرب، بفضل أن تكون المغرب لموقع الاستراتيجي الوسط ما بين الدول ولمؤهلاتها البشرية والإعلامية، أن تحتضن مستقبلا الندوة المقبلة لدعم الأحواز، سواء في إطار مبادرة برلمانيون الأحواز اللي من أجل الأحواز، أو في إطار المنظمة الحقوقية أو الهيئات الحقوقية التي تشكلت إلى جانبها، أو في أي إطار أي هيئة أخرى، لأنها قضية عادلة عربية منسية تحتاج إلى الدعم والمؤازرة. وأرجو إن شاء الله أن نرى مبادرة قريبا داخل الفضاء المغاربي، وخصوصا في المملكة المغربية، في هذا الاتجاه. دكتور عبد السلام حرمة، رئيس حزب الصواب الموريتاني ورئيس لجنة الرقابة في البرلمان الموريتاني والنائب البرلماني طبعا والأستاذ الجامعي، شكرا. أشكركم، وأنا ممتن لهذه الزيارة والحباوة التي حظيت بها في المملكة المغربية مع إخواني أحزاب وصحافة وقوى سياسية وكتاب، وأنا مطمئن في الحقيقة لواقع النخبة، واقع السياسة، واقع التحمل الهم القومي والهم المغاربي داخل نخبتنا في المملكة المغربية. أرجو إن شاء الله أن يكلل هذا وأن يعمم في كل الفضاءات المغاربية، وأن نرى اندماجا وتكاملا ولماذا وحدة مغاربية في قريب الأيام.